هلا ومية هلا. العفن الأسود أو مثل ما سمين مادر ميراندا الزعيم الأسود، شلون اتخذ هذا الشكل اللي عبارة عن جنين أو طفل بعد استوى جاي بالدنيا؟ شلون وصل للقرية؟ شلون كانت أحوال أهل القرية قبل لو يوصلهم؟ شلون كانوا عايشين؟ شلون تحولت حياتهم بعد؟ شنو علاقتهم ويا اللايكنز اللي بدوا يعني شلون تقولون يعذون أهل القرية ويقتلوهم ويأكلون بيهم؟ منين يجوي هذول اللايكنز؟ المادر ميراندا شلون اكتشفت هذا العفن الأسود؟ شنو علاقة سبنسر؟ شنو علاقة العفن الأسود بأحداث الجزء السابع؟ وهل يوجد عفن أسود مثل اللي موجود أحداث القرية أو أحداث ريزنت إيفل 8 موجود بلويزيانا؟ وشنو الربط بيناتهم؟ وشلون إجت إيفلين وقلبت موازين الدنيا كلها بسببها صارت أحداث ريزنت إيفل 7 وريزنت إيفل 8؟ وشلون إجا إيثن وقدر يخلص القرية وإنما ما قدر يخلصها، بس شلون إجا وقدم تضحيات وقدر يخلصهم أو ينهي حياتهم حتى يعيشون بسلام وأمان؟ هذا مقطعنا اليوم، هذا الفيديو مالتنا اللي راح نشرح عنه. اسمي محمد، هاي قناتي الرئيسية مختصة بعالم الألعاب بشكل عام. إذا أنت تحب التختيم قناتي الثانية موجود الرابط مالتها بصندوق الوصف، ادخلوا حاليا لختم سلسلة ريزنت إيفل من البداية للنهاية، جميع الأجزاء مترجمة للعربية وبدقة عالية. يلا نبلش بالتفاصيل. شحنة البلاك مولد او الزعيم الاسود عبارة عن شلون تقولون عفن اسود، عفن ضخم موجود بالقرب من قرية، قرية موجودة تحت الجبال. طبعا هاي القرية اجتها فترة من الفترات واصابتها الانفلونزا الاسبانية، ادت هاي المرض اللي اجاهم الى القضاء على معظم عدد من الناس او عدد اهل القرية، ماتوا بيها ومن ضمنهم طفلة صغيرة اسمها ايفلين اللي ماتت، وام هاي الطفلة اسمها ميراندا. ميراندا كانت عايشة حياتها ويا طفلتها، يعني الطفلة مالتها كانت كل حياتها. بعد ما اتمرضت وماتت فقررت ان تنهي حياتها، بعد ما قالت بعد ما بقى لشيء بالدنيا ذهبت الى كهف قريب من القرية وهناك قررت ان تنهي الحياة. بس صادفت مستعمرة فطرية قديمة ضخمة سوداء اللون، شكلها مرعب شكلها مخيف. لما لمست المذر ميرندا هاي الكتلة فشافت يعني شلون تقولون ذكريات عدد كلش كبير من الناس، يقول لك مئات لم يكن الالاف من الاشخاص، دول الاشخاص تم استهلاكهم من قبل الفطر على مر القرون. هذا الفطر كان موجود وهذا المكان، شلون اجى وشلون وصل هذا المكان ما حد يعرف، شلون انزرع، شلون يعني بدا يتكاثر وبدا ينتشر ما حد يعرف الطريقه ومن جابه ما حد يعرف. بس خلال هاي السنوات الطويله لما كانت عدد كبير من الناس يموتون بسبب امراض وبسبب اي شيء يندفنون، وكان بالقرب من عند هذا الفطر فكان يتغذى عليهم، كان ينمو على الوعي مالتهم. فكانت المذر ميراندا لما شافت هذا الشيء وشافت الوعي فشافت من ضمن الوعي اللي موجود وعي ايفا بنتها، قالت اني ما راح انهي حياتي، اني عندي امل بان ارجع بنتي للحياه، بس لازم ادرس هذا الموضوع ولازم اعرف هذا ايش راح يسوي وايش راح يعطيني. لما رجعت للقريه اهل القريه معظمهم مصابين او مرضى، فقالت لهم انا اكتشفت زعيم واسمه الزعيم الاسود، واني تم ارسالي من قبل هذا الزعيم حتى اكون حاميه عليكم وحتى اساعدكم واشافي المرضى مالتكم. طبعا اخذت جزء من هذا المولد او شلون تقولون الفطر الاسود، جرعته بعدد من الناس او من عدد من اهل القريه اللي موجودين. القسم من عندهم استقبل هذا المولد وصار زين كل شيء ما بيه، انشفى من المرض مالته. قسم من عندهم ما قدروا فتحولوا الى لايكنز بسبب التجارب الفاشله والشغلات اللي سوتها المذر ميراندا باهل القريه. فاجت المذر ميراندا وقالت لهم اني احميكم، اني راح اكون الشخص اللي دافع عنكم. فطردت اللايكنز، اللايكنز عباره عن اشخاص نصهم بشر ونصهم ذئاب، فيسموهم مستذئبين لان هم لا ينتمون للبشر ولا ينتمون للذئاب. ردتهم الى مكان اطلال قديمه، اطلال مفلشه، اطلال مهدمه، اللي لعب الجزء السابع فراح يشوفها وراح يعرفها. وصلنا لهاي الاطلال خلال ما كنا نلعب القصه. المهم صارت مناوشات بين اهل القريه وبين دول اللايكنز، صارت حروب خفيفه بيناتهم، وبسبب المذر ميراندا ما كملت الوعد مالتها وما قالت لهم انا راح احميكم واني هنا ادافع عنكم من كل شر، بسبب تفكيرها ببنتها وهوسها ببنتها فبدت شوي شوي تفقد عقلها، شوي شوي تصبح مجنونه، رادت ان تجيب شخص او تجيب طفله يزرع بيها العفن او الوعي مال بنتها ايفا
حتى ترجع بنتها ايفا للحياه من جديد. عندها مختبر تشتغل بيه او تشتغل عليه على العفن اللي موجود اسفل القريه، توصلت الى نوع من العفن اللي اسمه الكادو، حسب ما يعرف باللغه الرومانيه القديمه الجفت او الهديه. هذا الطفيلي اللي تم استخراجه من العفن اخذته وزرعته عدد من الناس اللي موجودين بالقريه، ومن ضمنهم النبلاء الاربعه اللي هم ديمتريسكو، ايزنبرغ، وليدي بينيفينتو، ومرو. دول الاشخاص كانوا او شلون تقولون خلتهم المذر ميراندا اللوردات الاربعه اللي مسيطرين بالقريه، وبعد هذا كانوا تابعين لها. بعد هذا الشيء بدت المذر ميراندا تزرعه بالقرويين او شلون تقولون تخليه بالقرويين حتى تحاول ان تستنتج، تحاول ان توصل مثل ما قلنا حتى ترجع بنتها ايفلين، وبنفس الوقت تدرس هذا العفن وتعرف معلومات اكثر عنه. ومثل ما قلنا المذر ميراندا خلت هذول اللوردات الاربعه اعتبارا او تقليدا اكو ملوك اربعه كانوا قبل ميراندا، قبلها بفتره كلش طويله كانوا يحكمون هذا المكان، فقررت ترجع هذا الحكم. فمثل ما قلنا جاب هذول اللوردات الاربعه وخلتهم وياها حتى يحكمون المنطقه وتقدر تسيطر عليهم. المذر ميراندا خلال ما كانت عايشه وتحاول تتجسس على اهل القريه، طبعا مو كل اهل القريه صاروا وياها، بس من عندهم صاروا ضدها وما قبلوا بشيء اللي يسوي، تحولت الى امراه عجوز، امراه معظم اهل القريه قالوا عليها مجنونه وما لنا علاقه بيها. هي كانت يعني شلون تقولون تجول بالقريه وتجمع معلومات اللي تفيدها وتستفاد من عندها. ومذر ميراندا وذول اللوردات الاربعه اشتغلوا سويه وكونوا مجلس. خلال نصف القرن الماضي لقيت ميراندا شخص او شلون تقولون لقيت اشخاص عالقين بهذا المكان اللي بالقرب من القريه اللي من عندهم سبنسر جتي وحاولت ان تقنعه بالشيء اللي لقيته او اللي استنتجته من هذا الطفيلي. بعد هو مكان يعني يحتاج للمساعده وكان عالق بالثلج، هي اللي ساعدته، قالت له تعال تيك هذا الشيء او اشتغل عليه او طور من عنده، لان هو كان باحث وكان يدور او يشتغل على هاي الامور يعني المصطلحات الايديولوجيه وهيك شغلات. فقال لها اني ما اقبل ان اشتغل في هذا الشيء، اني بيت النبته اللي هي راح تعطيني الفيروس الاصلي، اساس الفيروس، اساس التي فيروس، هاي الهوسه كلها اللي صارت بافريقيا، وراح اروح اشتغل عليها، بس بنفس الوقت راح ابقى مخلص لك، راح ابقى احترم ارائك وقراراتك، وبالنسبه لي انا راح اروح واسس الشركه. فراح واسس شركه امبريلا، وشلون تقولون اخلاصا للمذر ميراندا قرر ان يخلي اذني الاركان الأربعة مال الشعار مال أمبريلا احتراما وتقديرا للمذر ميراندا. هي شرحت له عن الملوك أو شلون تقولون اللوردات الأربعة اللي يحكمون بهذا المكان، وهو أخذ علامة أمبريلا من ذاك المكان أو من المذر ميراندا. مادر ميراندا بعدها لحد الان ما متوصله للاستنتاج او ما متوصله اللي شلون تقولون للوعاء اللي حتى تزرع بيه بنتها ايفلين وتقدر ترجعها للحياه من جديد. بس اجت شركه ذا كونكشن، شلون وصلوا لها، شلون قدروا يعرفون بانه عندها نوع من انواع الطفيلي اللي تشتغل عليه. بعام 2000 تم الاتصال بالمادر ميراندا من قبل ذا كونكشن، واللي كانت تعرف بابحاثها، بس شلون وصلوا وشلون عرفوها لحد هسه هاي في شيء ما معروف وما مشروح، يعني شلون وصلت لهم. هذول كانوا يشتغلون على البي او دبليو او يحولون الناس الى اشخاص مسيطر عليهم. قرروا ان يساعدوها بعمليه بنتها، قرروا ان يحاولون ان يرجعوا لها ايفلين. يقول لك النوع الاول اللي اشتغلوا عليه اللي هو الاي تايب، وتم انشاء هذا الشيء خلال سنه 2014. بعدها اجت المذر ميراندا والتقت ايفلين شخصيا ويا الناس اللي كانوا مرافقيها، واللي هم ألان دروني اللي شفناه بعد هذا الجزء السابع، وهماتين ميا وينترز. تم اكتشاف منشئة The Connection من قبل البي اس اي اي، وقاموا يطاردوهم وحاولوا ان يوصلون لهم. قرروا ان ياخذون ايفلين بسفينة وقرروا ان يروحون الامريكا، بس خلال عاصفة خلال اعصار كلش قوي سفينة اتدمرت بنفس الوقت العاصفة والاعصار، جرف ايفلين وجرف ميا اللي وياها، وصلهم للمستنقعات مال لويزيانا. يقول لك بالمستنقعات مال لويزيانا، وبعد عيش ايفلين لفترة طويلة هناك بهاي المستنقعات وهي فترة السنوات،
قدر الطفيلي اللي موجود واللي هو المولد قدر ينتشر وينتشر لأميال كلش بعيدة. أميال أخذت مساحات واسعة من دلف في لويزيانا اللي موجودة تحت المستنقعات، وقدر يوصل الأماكن، وقدر هماتين يرتبط ويا وعي من الناس اللي موجودين هناك واللي شفناهم بالجزء السابع. الأشخاص اللي قدر يوصلهم الطفيلي الناس اللي موجودين في المنطقة اللي موجودين في لويزيانا، اللي كل من المناطق اللي هي المنازل اللي موجودة هناك، ومنجم الملح هماتين اللي موجود القرب واللي مرينا به اللي لعب ريزنت ايفل 7، مرينا بهذا المكان شفناه. شكو شخص عايش هناك، شكو شخص مدفون او ميت، قدر هذا العفن يتوصل لهم وقدر يرتبط بهم ويصيرون يعني تابعين له. خلال ما اجى ايثن وخلال ما وصلت الرساله ايثن وقالت له اني مية، انا زوجتك كان على قيد الحياه، تعال حتى يعني شلون تقولون نرجع او ارجع للبيت. فراح ايثن وصار اللي صار باحداث الجزء السابع، وقدر يقضي على ايفلين والتحول اللي صار السابع، وبعدها هماتين قدر ينتقل او قدر او مو هو راح، هو راح حتى يختل، راح حتى يقعد فترة نقاهة او يخلص من الفطر او العفن اللي انصاب به بالجزء السابع. فالمذر ميرندا عندها اتصال بالعفن، والعفن اصاب ايثن واصاب ميا، فقدرت المذر ميرندا تتواصل ويا العفن، تواصل ويا الوعي مالتهم وعرفت مكانهم وخطفتهم واخذتهم. بس صارت احداث الجزء الثامن، ما اريد احرق لي انا كمان ناس ما لعبين الجزء الثامن، صارت احداث الجزء الثامن وليون ضحى بنفسه وضحى بعائلته حتى ينقذ أهل القرية. صحية نهاية مأساوية، نهاية راحوا بها أهل القرية تدمروا بسبب مرض أو بسبب المرض العقلي اللي موجود مذر ميرندا. بس شلون يقولون أخيرا قدروا يعيشون بسلام وقدروا ينتهون من هذا الشيء. يقول لك العفن اللي موجود بدلفي لويزيانا أكو احتمالين. احتمال أول، يا أما تم القضاء عليه من قبل البي اس اي اي لما راحوا للمنطقة وعقموا المنطقة، يعني احتمال تم تنظيفه والقضاء عليه. والاحتمال الثاني يقول لك بقى وموجود لأنه منتشر الأميال ومنتشر المساحات كلش واسعة، فما أعتقد أنهم يعني قضوا عليه بشكل كامل. هذا شيء احتمال كابكوم ومخلية باب، ومخلية شلون يقولون باب خلفي حتى تربط الأحداث، ترجع تربط الأحداث ريزنت إيفل 7 وريزنت إيفل 8 ويا الريميكات الجديدة اللي تسويها. ومثل ما نعرف كابكوم يشتغلون حاليا على ريميكات وري إيماجن القصة بشكل كبير وبشكل جديد، فاحتمال يعني تخلي لها ارتباطات أو أكثر من باب حتى تقدر تسوي أجزاء جديدة وأجزاء مرتبطة متواصلة جزء ويا جزء حتى تكمل القصة بشكل كامل. المهم شباب، معلومات مهمة حبيت أشرحها، حبيت أنقل لكم إياها، حبيت أشاركها وياكم. أنا ردت أشوف هذا الشيء باللعبة بس ما شفته، وهماتي ردت أشوف هذا الشيء بدي أل سي لما تنزل، وما شفنا شغلات بسيطة من عدة ولو أنا ما كملت الدي أل سي بشكل كامل. بس مثل ما قلنا إحنا دائما ندور بين السطور، دائما نبحث، دائما ندور الشغلات الغامضة ونوصلها لكم بشكل أسهل وأبسط. إن شاء الله عجبكم المقطع، إن شاء الله عجبتكم المعلومات. بس قصرون بالدعم، لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، شاركوا الفيديو أصدقائكم. لكم مقطع فيديو جديد، أقول لكم يا أمان الله.